نركز كخط اول انه نوفره للاطباء والكوادر الصحيه اللي هم على تماس مع مرضى الكورونا بشكل مباشر، لانه يقي من الرذاذ اكثر شيء. يعني موضوع العين والتحسس العين بالموضوع شغله خطره، لانه الكمامه واحده ما تكفي. شيرنا حتى الديزاين حتى ممكن استخدامه في مدن اخرى من العراق وفي العالم، لانه احنا كميكر سبيس كذلك اكو استجابه عالميه لهذا الموضوع، واكو عندنا شبكه كبيره حول العالم من المبتكرين اللي جاي يشاركون تصاميمهم حتى انه تكون ممكنه انه ينشغل بها وتنفذ محليا.